السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في قناة الأستاذ نور الدين عزام التعليمية، أستاذ محاضر بجامعة الإخوة منتوري قسنطينة. في نهاية هذا الفيديو إن شاء الله راح نتعرف مع بعض على كيفية إيقاف تحديثات الويندوز 10. دونك كيفاش ديزاكتيفي لا ميزاجور دو ويندوز 10. كما تعرفوا باللي يعني الويندوز 10 يدير لا ميزاجور تاعو اوتوماتيك، وحنا يعني بطبيعة الحال نستعملوا الانترنت، راح يصرى يعني ضعف في الانترنت، واذا كنت تستعمل الانترنت من الهاتف يعني راح تخلص لك الكمية تاع الانترنت اللي معطات، ويعني في وقت قصير جدا، لأن التحديث نتاع الويندوز ديس يعني تقريبا يعني نهار على نهار، سمانة على سمانة كاين تحديثات في الويندوز وحجمه كبير جدا. لهذا اليوم إن شاء الله راح نشوفوا بعض الطرق يعني اللي نستخدموها باش نوقفوا هذه التحديثات. الطريقة الأولى سهلة جدا، وهي أننا نروح للبانو دو كونفيغوراسيون، نكتب هنا بانو دو كونفيغوراسيون. بعد ما ندخلوا البانو دو كونفيغوراسيون، إذا كان عاد عندك لافيشاج هذا دونك نغيره، نرجع لافيشاج باش يكون لافيشاج تاع يعني الموسع، ونروحوا لأوتي أدمينستراسيون. اوتي ادمينستراسيون نضغط عليها، نجيو هنا كونفيغوراسيون دو سيستيم، كونفيغوراسيون دو سيستيم نروحو سيرفيس. سيرفيس نحوسو على ويندوز اب داتا، يعني لا ميزاجور تاع الويندوز. هنا نديكوشيو هذه، نقولو له ابليكي، نقولو له اوكي. هنا يخرج لنا لا فونيتر هذه، يقول لنا باللي لازمكم تريد ديماريو لورديناتور. احنا انا مشرح رو ديماري دوكا، نقول له كيتي سون رو ديماري. اوكي، هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه نجيو هنا في نفس لا فونيتر، نجيو سيرفيس، نكليكيو عليها دو فوا، ونحوسو على ويندوز اب داتا. ويندوز اب داتا هنا جينيرالمون بار ديفو كي ديزاكتيفيت من هتا السيرفيس. هنا خرجت لي ديزاكتيفي، وهنا خرجت اريتي. جينيرالمون تلقاوها هنا تخرجكم مانيال ولا اوتوماتيك. انا واش ندير، نقولو اريتي هنا باش نوقف هذا لو سيرفيس، نقولو اوكي. هذه الخطوة الثانية. في بعض الأحيان يعني كي تروحوا ديروا تشوفوا لا ميزاجور، هذه لوبسيون هذه دونك هنا راهو موقف، ولكن لوبسيون هذه نهار على نهار تلقاوها ممكن يعني عودة التكتيفات وحدها. دونك نزيد انا لوبسيون هذه هنا ريكيبيراسيون، نقولو نتوما بار ديفو راح تلقاوها روديماري لو سيرفيس ابري انجور، تلقاوها كا بار ديفو. انا نقلبها نو ريان في، وهنا نديرلو زيرو جور، يعني ابري ديفايونس راح يعني يدير هاد يبدلها وحدو. نقولو ابليكي، ونقولو اوكي. هذه الخطوة الثالثة. نروحو نديرو خطوة واحدة أخرى اللي نزيدو نأكدو بها باش ما يعاودش يدير لا ميزاجور. دونك نجي هنا للشارشي، نكتب له اكزيكيتي اكزيكيتي، وبعدها نكتب له ام ام سي، نقول له وي. نجي هنا الفيشي، نقول له اجوتي سيبريمي un composant logiciel، كليك عليها، نخير editor. دونك هنا تكليكي دو فوا على editor
d'objet وتقول له تيرميني. بون هنا دي زوج سيبريمي تقول له اوكي باسك درتها دو فوا. بعدها نجي هنا كونفيغوراسيون موديل ادمنستراسيون كومبوزونت ويندوز ونحوسو على ويندوز ابدا تايم كليكيو عليها دو فوا ونجيو لا كونفيغوراسيون دو سيرفيس ميزاجور اوتوماتيك تشوف فيها باللي نو كونفيغوري كليكيو عليها دو فوا. دونك تقدر ديرها ديزاكتيفي تقول له ابليكي هنا ما راحش يدير خلاص يعني لا ميزاجور وكاين اللي يحب يدير لها اكتيفي ويخير دو هنا نوتيفيكاسيون دي تيليشارجمون اي des installations يقولوا ابليكي هنا يتخرج لك بلي راح يتيليشارجي لا ميزا جور نوتيفيكاسيون وي والانستالاسيون ثاني اللي عينو يدير لها ديزاكتيفي خلاص ما يديرش لا ميزا جور ما يحتاجش لا ميزا جور يدير لها هكا ويخرج منها يقول له نو. هنا هذه الخطوه الثانيه اللي هي خاصه بلا ميزا جور. دونك نتمنى انه هذا لي دو ميثود يعني راح يفيدوكم وبهذا تكونوا يعني تخلصتوا من لا ميزاجور اوتوماتيك تاع الويندوز. اللي يحب يدير لا ميزاجور يعاود يدير لا ميزاجور لازم يعاود ياكتيفي هذه الاشياء يعني سينو يعني ما يقدرش يدير لا ميزاجور. دونك يجي البانو دو كونفيغوراسيون panneau de configuration et Audi Journal outil administration et j'ai le journal service rouh l'updates hna ou dilo activé. Donc là il dira manuel goulo appliqué badi goulo démarrer hna yaoud yactivé hadi بالنسبه الاولى. Par rapport au deuxième, j'ai là, donc il dit Windows R, donc Windows R écrit MMC, le oui, ajouter supprimer fichier, éditeur, OK, OK, là, configuration, modèle, composante, le house là, abdata hadi. ويحوس على كونفيغوراسيون تاع يقولها اكتيفي ويقول له ابليك. هذه بالنسبه يعني اللي عينو يدير لا ميساجور. دونك الى هنا ناتي الى نهايه هذا الفيديو نتمنى انه اعجبكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد اول باول والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.